السلام عليكم ورحمة الله. مساء الخير الجميع. اليوم معي تجربة بعد شرائي لمصباح البعوض القاتل. طبعا المصباح صغير الحجم كما هو ظاهر لكم، كرتون طبعا صغير الحجم، يأتي من المصباح لونين أبيض ولون أسود، يعمل على طاقة USB جيد، عملي جيد بعد تجربته. أنصح بشراء الآن. نخرج الجهاز من الكرتون، طبعا الجهاز يحتوي فقط على الجهاز وداخل الكرتون كتيب. نلاحظ الكتيب، معلوماته بسيطة جدا، طريقة التشغيل، والتشغيل سهل، أي يعني ما في أي صعوبة، التشغيل فقط وضع الجهاز في مخرج الطاقة عن طريق USB. هذا هو الجهاز، استعرض لكم مثل ما قلت. شوفوا كف اليد حجمه مناسب جدا، من الأعلى له تقريبا قاعدة، وهنا تخرج الإضاءة، وهذا سلك استمداد الطاقة، ما في أي شيء إضافي. ديكوره جميل، إضاءته جميلة، فقط هنا في الأسفل، عفوا في الأسفل هنا معلومات عامة، قوة الطاقة وما إلى ذلك. الآن تجربة تشغيله، فقط نضع السلك في أي مخرج طاقة USB. الآن اشتغلت الإنارة وخرج أيضا صوت مروحة، تسمع الصوت. الآن نلاحظ الإنارة بعد إطفاء الأنوار، نارتها جميلة جدا. لحظات، لاحظوا إنارة الجهاز جميلة جدا. طبعا فكرة الجهاز هو جاذب للبعوض، ومن خلال الجذب يسحب الحشرة إلى الداخل فيقتلها. أتمنى ينول إعجابكم وشكرا. طبعا الجهاز سعره متناول الجميع، يختلف من كل بائع، البعض يبيعه ب50 ريال، البعض يبيعه ب70 ريال، البعض يبيعه ب80 ريال، لكن من يبحث عنه يجد أسعار مختلفة. لذلك إذا عجبك الفيديو لا تنسى الاشتراك.